بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. الحديث عن واقعة الطف من بعدها الإعلامي الذي ارتبط به، أقول تعد هذه الواقعة من أكثر الوقائع والمعارك جدلا في التاريخ الإسلامي، ولا تزال موضع جدل إلى الفترة المعاصرة. هذا التعبير تقرؤونه في ويكيبيديا عن معركة كربلاء. هذا البعض الجدل، يعني هناك وجهات نظر مختلفة، اعتبرها البعض محاولة تمرد فاشلة حينما يكتب عنها، وتجاوز بعضهم إلى أكثر من ذلك. فالشيخ الخضري محمد بن عفيف الباجوري، المعروف بالشيخ محمد الخضري بك، 1872، ولد 1927، توفي، باحث وخطيب وفقيه أصولي ومؤرخ مصري، تخرج من كلية العلوم من جامعة القاهرة، وعين قاضيا شرعيا بالخرطوم، ثم مدرسا شرعيا بمدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة لمدة 12 عام، ثم أستاذا للتاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية، ثم وكيلا لمدرسة القضاء الشرعي، ثم بعد ذلك مفتشا بوزارة المعارف المصرية. طبع كتابه الدولة الأموية في بيروت 1418، والكتاب عبارة عن محاضرات في تاريخ الإسلام ألقيت على طلاب الجامعة المصرية بطلب من مجلس إدارة الجامعة المصرية، وكانت الطبعة الأولى بإدارة الجامعة سنة 1934. ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول: على الجملة فإن الحسين عليه السلام أخطأ خطأ عظيما في خروجه هذا، الذي جر على الأمة وبال الفرقة والاختلاف وزعزع عماد إلفتها إلى يومنا هذا. غاية الأمر أن الرجل طلب أمرا لم يتهيأ له ولم يعد له العدة، فحيل بينه وبين ما يشتهي وقتل دونه. هذا كلام قرأت ترجمة هذا صاحب هذا الكلام، موقع مسؤول وفي موقع أكاديمي وفي موقع ديني وشرعي. الآخر أحمد العسيري الحجازي عند نظير هذا الكلام، ثم ختمه طبعا هذا أحمد العشيري عند كتاب اسمه موجز التاريخ الإسلامي، طبع في الدمام الطبعة الأولى 1417. ماذا يقول؟ يقول طبعا ذكر هذا كلام الخضري، وختمه بكلام دكتور أحمد شلبي صاحب كتاب التاريخ الإسلامي الذي طبع طبعات كثيرة جدا. يقول: وكانت هذه فتنة، أيسر ما نقول عنها أنها وسعت باب الفرقة والتهمت الآلاف والملايين من المسلمين، ولا يزال بابها مفتوحا حتى كتابة هذه السطور. هذا منطق لا زال اليوم قائم، من مواقع متقدمة في المجتمع. في قبال ذلك الشيعة يعتبرون واقعة كربلاء رمزا لهم، رمز يرتبطون به مصيريا بإحيائه بإقامته، يصرفون الأموال بما لا يتصور، وينفقون من الوقت والجهد ما لا يتصور. هاي وجهة نظر أخرى، هذا طرح آخر. وما بين هذين الاعتقادين في قليل أو كثير وجهات نظر،
وأمور. أقول هذا الجدل مرده إلى أين؟ من أين جاءنا هذا الجدل؟ تاريخ هذا الجدل؟ أقول هذا مرده إلى الإعلام الأموي يوم عرض الحسين عليه السلام وصحبه المستشهدين بين يديه للأمة على أنهم خوارج مارقين عن الدين يستحقون التنكيل بهم، أن الذي جرى عليهم وشهدته الأمة هؤلاء هذا حقهم. وإلى الإعلام العباسي الذي عرض الحسين ثائر، ومن حقه أن يحكم ثائر من أجل الحكم، ولكنه لم يعد له العدة، مضافا إلى أنه ثائر ركب رأسه لا يسمع للناصحين، فأخطأ مرتين، الأولى بوثوقه بأهل الكوفة نصحوه أن هؤلاء قوم غدر ما استجاب، ونصحوه بأن لا يصطحب عياله ما استجاب. هذا هو الإعلام العباسي. في قبال ذلك عرض الأئمة التسعة من ذرية الحسين عليه السلام استنادا إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله أنه إمام هدى، أخو إمام هدى، ابن إمام هدى، أبو تسعة أئمة هدات تاسعهم قائمهم، وأنه وارث الأنبياء ووارث أبيه علي وأخيه الحسن وأمه الصديقة على مستوى خصوصياتهم الرسالية التي انفردوا بها وجمعها الله في شخصه، في شخص الحسين، فصار الحسين الرقم الأسمى من بين أصفياء الله يهدون إلى الله وإلى رسله وبخاصة إلى محمد صلى الله عليه وآله. ليس نبيا ولكن وصي نبي، فهو الرقم الأسمى على مستوى الهداية. هاي عقيدة الشيعة تماما، لولا الحسين لضاع تراث محمد صلى الله عليه وآله وتراث الأنبياء جميعا تماما. في ضوء ذلك لا بد من الانتباه، هذا الأثر العملي، لا بد من الانتباه أن هذه الأطروحات الثلاث تاريخيا وراء اختلاف المصادر في سرد أخبار الواقعة. وبعبارة أخرى، كل وجهة نظر، كل زاوية من هذه الزوايا، ليس زاوية وإنما كل رؤية من هذه الرؤى الثلاث تخفي وراءها منظومة أفكار وأخبار تؤيدها. إذن لابد من الانتباه حينما ندرس خبرا أو نعرض خبرا، من أي هذا الخبر إلى أين ينتمي؟ الحسين عليه السلام مثلا، أنا أمس استمعت إلى برنامج في العراقية يتحدث عن نشرة خبرية، البرنامج جدا جميل، واختاروا له رجل مذيع صوته جدا جميل، يقول وصل الحسين عليه السلام إلى المنطقة الفلانية، وصله خبر قتل مسلم، فأذاع للناس اللي معه يابا مسلم قتل وإحنا وضعنا يعني الآن ما معلوم، يقول فتفرق عنه من جاء معه طلبا للعافية وللدنيا. وقبل ذلك أنه مر قطار قافلة من اليمن ليزيد اعتدى عليها، قال هاي مالتي. كلاهما هذا غير صحيح. الحسين عليه السلام أسس لنفسه حركة واضحة حينما أعلنها من مكة، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلات بين النواويش وكربلاء، وخير لي مصرع أنا لاقي. من اليوم الأول هو نهض ليقتل هو، ويعرف المسلمون ذلك أنهم أن الحسين سيقتل وأن قاتله فلان، هكذا يعرفون. حركة من أجل، لا من أجل الحكم، وإنما من أجل هدف سعى لها الأنبياء، هدف الإصلاح. هدف الإصلاح لا يشترط
في القائم به في اليوم الأول أن يبقى حيا، ممكن يقتل ويؤسس لمسيرة إصلاح ولا ممكن أن يلتف. الأنبياء المؤسسون أصحاب الكتاب والشريعة، هؤلاء حينما ينهضون هؤلاء ينتصرون، كتب الله لهم النصر. أما في ضمن مسيرات الأوصياء لا، من الممكن كما للحسين عليه السلام كتب له أن يستشهد في ضمن حركة إصلاح ليكون دمه زيتا يتحرك في الأمة ليبعثها على الإصلاح وعلى الانتباه، ليكون كالمادة التي تحرق الصدع عن الحديد تماما إلى آخر المسيرة، وهذا هو الحسين سلام الله عليه. فإذن علينا أن ننتبه على الأخبار، ليس كل ما نقرأه سواء كان كتابا شيعيا أو كتابا آخر، ليس كتبنا غير محققة على مستوى الأخبار، على مستوى الفقه محققة، على مستوى الفقه الفقيه لا يستنبط من حكما من رواية إلا بعد تمحيصها سندا ومتنا وما يعارضها. أما على مستوى التاريخ فلا يوجد عندنا خبر أو كتاب يتبنى عرض الوقائع بشكل نقي وصادق. اختلط يعني من جاء، وهذا أعظمهم شيخنا المفيد قدس الله روحه الزكية حينما كتب الإرشاد وكتب عن الحسين عليه السلام وعن الحسن، هو يقول أن هذه الأخبار من مصادر أخرى جاء بها للاحتجاج ولا للعمل، وإنما يريد أن يحتج على قضية كبرى للأئمة سلام الله عليه. على كل حال، أما الإعلام الأموي فما صادره الأحاديث الموضوعة، الأصل في الإعلام الأموي الكذب. تعالوا انظروا إلى ما ذكره المدائني، ينقل عنه ابن أبي الحديد. ماذا يقول المدائني؟ يقول المدائني كتب معاوية نسخة إلى عماله سنة 50، مو سنة 40، من 40 إلى 50 الإصلاح الحسني ملأ الدنيا علما ونورا وفقها وخيرا وعدلا، لا وإنما من بعد سنة 50 بعد وفاة الحسن عليه السلام، و نقض معاوية شروطه بنى إعلامه على هذا. يقول كتب معاوية إلى عماله في الحديث أن الحديث في عثمان قد كثر، كان أول مرة شجع الناس على الرواية في فضائل أبي بكر، على الرواية في عمر، على الرواية في عثمان، بعدين قالهم قد كثر الحديث في عثمان وفشى في كل مصر وفي كل وجه وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين، لا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمثله بمناقض له في الصحابة، فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني. يعني لا يكون هناك حديث في علي إلا ووضع نظيره في الخلفاء وفي معاوية. إن الله أتمن على وحيه ثلاث، الله جبرائيل وأنا وعلي، وعندنا زيارة أمين الله وضعوا حديثا إن الله أتمن على وحيه ثلاث، جبرائيل ومحمد صلى الله عليه وآله ومعاوية وأمثال ذلك. فإذا وهكذا، اللهم اجعله في معاوية هاديا مهديا واهد به، كذب، أحاديث كذب. فإذا الإعلام الأموي أسس ثقافة مقلوبة مبنية على الكذب تماما في قبال علي، في قبال علي، وتحول الخليفة إلى أمين الله على وحيه ويلاحق حملة الأخبار الصادقة. هذا إعلام أموي، ما أرد أتحدث كثيرا. هذا انتهى الإعلام لأنه يقع
في علي انتهى بسقوط دولة بني أمية، وبقيت منه بقايا جدا قليلة. الآن الإعلام العباسي، العباسيون كانوا بعد إسقاطهم لدولة بني أمية بين أمرين: الأول أن يسلموا الأمر إلى الحسني، لأنهم بايعين محمد بن عبد الله بن الحسن في مؤتمر الأبواء، مؤتمر بني هاشم يرأسه عبد الله بن الحسن المحض، كان كبير بني هاشم على مستوى العمر، ودعي الإمام الصادق عليه السلام أن يحضر، وقال لهم بايعوا ابني هذا على أنه المهدي. قال له: ابنك إذا تريد مبايع المهدي مو هذا وقته، تريد مبايع غضبا لله ولرسوله حلك البركة. ثم خرج وقال، قال الشخص اللي بيودعه، قال له: ترى في الصحيفة في الجفر الأحمر نجد أن هذا، يعني صاحب القباء أبو جعفر، كان أبو جعفر الدوانيقي، هذا يقتل هذا. يقول: فقلت في نفسي والله حسده. لا، عندهم أخبار عن النبي صلى الله عليه وآله، عن الله تعالى، وهؤلاء ما يسلمون هذا الأمر لبني الحسن. الأمر الثاني أن يدعوا مدرسة جعفر بن محمد الصادق وريثة الحسين في العلم. إحنا الحسين أسس لنا ثورة، مو معنى كل أبناء الأئمة يثورون، أبدا، قضية قضية دين، إحياء دين وإحياء أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر حينما ينهض به جماعة يسقط عن البقية، لأن واجب كفائي. وبالتالي نهضت الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ضد بني أمية، ويكتفي الأئمة بذلك، ما يخرجون من علي بن الحسين وما إلى الباقر إلى الصادق. تكليفهم أن ينشروا العلم الذي ضيعه بنو أمية، الذي حرفه بنو أمية لتأسيس الشخصية الإسلامية التي بنيت على الكذب، بنيت على التحريف، لتأسيسها من جديد. الشخصية الإسلامية بنيت في ضوء حديث الغدير: الولاية لله ولرسوله ولعلي. الآن الولاية في زمن بني أمية بنيت على أن الولاية الشخصية تؤمن بالله وليا، محمد صلى الله عليه وآله رسولا، ومعاوية ومن بعده يزيد خليفة الله، إمام هدى يقود إلى الجنة. هذا الشخصية على مستوى هذا البناء منحرفة، فلا بد الأئمة سلام الله عليهم يبدأون ببناء الشخصية من جديد. لذلك ورد عن الأئمة سلام الله عليهم قالوا عن الباقر عليه السلام: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية، وما نودي بشيء أعظم مما نودي بالولاية في الغدير. الناس أخذوا بأربع وتركوا هذه، أشار سلام الله عليه. فالآن يبنون المجتمع من جديد. هذا المجتمع هو المجتمع الذي استجاب لأهل البيت، هو المجتمع الشيعي. هذا المجتمع الذي عمل معاوية جادا على محوه تماما وعلى محو بني هاشم، فنهض الحسين سلام الله عليه لينقذ بني هاشم وشيعة علي من العذاب المهين كما نهض موسى، ولينقذ دين محمد من تحريف معاوية كما نهض يوسف من تحريف من انقلاب، كما نهض موسى في وجه تحريف فرعون لدين يوسف. تماما الأمثال عجيبة، وزيارة وارث عجيبة حينما تؤسس مسألة المقارنة. فإذن الأمر الثاني أن يتركوا هذه المدرسة تتحرك في المجتمع لتنشر ما عندها، وهذا معناه هذه المدرسة هم لا ناقلة لهم فيها ولا جمل، ينتسبون إلى عبد الله بن عباس حبر الأمة، حبر الأمة تلميذ علي بن أبي طالب عليه السلام، حبر الأمة عميت عيناه من أجل البكاء على الحسين سلام الله عليه. فإذا كانوا يبحثون عن دنيا، الدنيا ما لهم لا من خلال مدرسة الصادق سلام الله عليه، ولا من خلال تسليمهم لأمر الحسن. لذلك رأوا أن يتنكروا للحسنيين
ويستخرجوهم وقتلوهم قتلة عجيبة، ورأوا أن يعرضوا عن مدرسة جعفر بن محمد ويؤسسوا مدرسة خاصة بهم هي إلى اليوم نئن منها ويئن العالم الإسلامي منها. اليوم نعيش التحريف العباسي للتاريخ. تبنوا أن الثورة على عثمان من صنع ابن سبأ، الثورة على عثمان صحابة ثاروا بقيادة عبيد الله طلحة بن عبيد الله وأم المؤمنين عائشة، اقتلوا نعثلا فقد كفر، وهذا ليس في صالحهم، لأنه لماذا يثور الصحابة على عثمان؟ لأنه سلط بني أمية على رقاب الناس، والذي قتل عثمان طلحة. ولذلك مروان في الجمل يقول لما حانت منه التفاته ضرب رقبة طلحة وأصابه بسهم، قال بعد ما أطلب ثاري بعد هذا اليوم. ويقول عبد الملك يقول لابن طلحة، يقول له شوف اسمع، لولا أن أبي أخبرني أنه قتل طلحة ما أبقيت من آل طلحة أحد. هاي الرواية يرويها من؟ يرويها الشيخ مسلم في كتابه المصنف، موسوعة حديثية محترمة. بعد وتبنوا أن الوصية لعلي وللأئمة من بنات أفكار عبد الله بن سبأ. بعد هاي الجمعة اثنين هن في ابن سبأ. بعد وأن عليا والخلفاء مدرسة واحدة. علي أول ما بويع أبو بكر وجلس على المسجد، سمع ضجة في المسجد، سأل شنو؟ قال له لا، أبو بكر قاعد يبايع. يقول كان هو يجمع القرآن، يقول نهض بلا رداء، شوف الكذب، بلا رداء راح بايع أبو بكر ورجع. شنو هالكلام هذا؟ بينما مصادر هاي الرواية يرويها الشيخ ابن عمر التميمي الكذاب الوضاع المعروف عند أهل الرجال سنة وشيعة، بل في السنة قبل الشيعة يعتمدون على هذه الرواية. كذب. بقى 6 أشهر أو 3 أشهر إذا يعني بعد وفاة فاطمة عليها السلام بايع الأمير المؤمنين سلام الله عليه خشية أن يرتق في الإسلام فتقا آخر. فإذا بعد عولجت مسألة ولاء الكوفة، يعني علي عرضوه منسجما مع الخلفاء، ما منسجم. قال لعبد الرحمن في الشورى السداسية، قال له يا علي احنا ما عندنا مشكلة وياك، نبايعك لكن على كتاب الله وسيرت الشيخين. قال له لا، على كتاب الله وسنة النبي، سيرت مو ناقصين حتى أضيف لهم سيرة الشيخين. فما منسجموا إياهم، يرفض سنة الشيخين، سيرة الشيخين ملك، ولا أرفض تماما، فهو على خلاف معهم، تماما على خلاف معهم. المدرسة العباسية صنعت بينهما التوحد التام وجعلت عليا رابعا في الفضل تماما، بخلاف مدرسة أهل البيت اللي تجعله رقم واحد إمام هدى تماما. والروايات التي يستشهد بها شيعة أهل البيت على إمامة النبي، حتى الكوفة، هو الكوفة أنصار للحسنين وشيعة لجعفر، وش يسوي؟ خصصوا لها أبا مخنف ليكتب كتابا في المقتل ليضع مسؤولية قتل الحسين على أهل الكوفة. وإلى اليوم حتى منابرنا إلا القليل منها تتحدث، تنطلق من مقتل أبي مخنف، وتؤكد هذا المقتل، يؤكد أن الحسين عليه السلام تذكر نصيحة ابن عباس يوم العاشر، لا يبعدنك الله يا ابن عباس، ذكرتني ما أخذ نسائي، هكذا لا أحبائي مقتل أبي مخنف. مو إنه نعم فيه أخبار سليمة، ينبغي أن نضع الأخبار على مستوى التحقيق وفق ضوابط للتحقيق في الرواية التاريخية. وهكذا مع الحسنين، جردوا أباهم الحسن المثنى من أن كان يقاتل بين يدي الحسين حتى ارتث وجعلوه صبيا، بل عدوا إلى أبيهم الحسن سلام الله عليه فجردوه من أعظم فتح وإصلاح في هذه الأمة. 10 سنوات
عشر سنوات من الإصلاح الحسين مغيب إلى اليوم بفعل الإعلام العباسي. وهكذا عولج الفتح الحسيني أيضا، ومظهره الأعظم هو الشهادة بأنه كان مظهرا لركوب الحسين رأيه، فهو لا يسمح لا يستمع للناحصين للناصحين، وأخطأ خطأين، الأولى في اختياره الكوفة والثانية في اصطحابه عياله. تحرك الإعلام العباسي في هذه الأصعدة 500 سنة يضع الأخبار فيها. كتبت في ذلك كتابا مفصلا ضمن بحثي عن مصادر السيرة والتاريخ لمن شاء أن يطلع في كتابي مصادر السيرة والتاريخ، موجود على الإنترنت بكامله. أطروحة أهل البيت، أطروحة أهل البيت لتواجه الإعلام العباسي أن الحسين ثائر من أجل الحكم وأخطأ في حركة. لا، الحسين إمام هدى، أخو إمام هدى، ابن إمام هدى، أبو أئمة هدى، أنه نهض من أجل الهداية، لأن الأمة عمها الضلال. روى ابن قولوي بسنده عن أبي حمزة الثمالي قال: قال الصادق عليه السلام: اللهم إني أشهد أن هذا قبر ابن بنت ابن حبيبك وصفوتك من خلقك، وأنه الفائز بكرامتك، أكرمته بكتابك. كيف أكرم الله الحسين بكتابه؟ ذكره في كتابه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. شفع 10 ليالي مال إبراهيم في ذي الحجة، أفرزت إمامة، انبنت على رؤيا إبراهيم، بقت فردا في التاريخ. هذا إيد هنا من دون المحابس تماما، هذا فرد الآن، هذا فرد. بمثلها شفع، يعني يأتي 10 فجر وعشر ليالي تسبقه، يصير زوج بهذا الفرد الثاني الذي صار به الفرد الأول زوجا، هذا يسمى شفعا. والشفع والوتر، لأن الفرد الأول اختبار ما تحقق، الفرد الثاني ذبح مظلوما، سفك الدم مظلوما، لذلك قال الوتر. الوتر في اللغة الدم المسفوك ظلما. لذلك السورة وردت في عند الأئمة عليهم السلام رواياتهم أنها سورة الحسين عليه السلام، وأنها يستحب أن تقرأ في الفجر تماما. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هو ليس فقط هذا، السورة تبدأ من الآية الأولى وحتى تنتهي بالآية الثانية، كلها في الحسين سلام الله عليه. وهكذا في سورة الأحقاف: أكرمته بكتابك فذكرته في كرائم آياتك. بعد: وخصصته وأتمنته على وحيك، لأنه الوصي مؤتمن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، كتاب القرآن اصطفينا، يعني بعد محمد أكو مصطفون. المصطفون منه علي والحسن والحسين وتلحق بهم فاطمة. زين، بعد: فمنهم، يعني من ذريتهم، ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله، يعني إمام، فهذا الورثة. بعد: وأتمنته على وحيك وأعطيته مواريث الأنبياء، صار وارث آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، نوح ومحمد صلى الله عليه وآله. في بحث مفصل ده ننطي إحنا في العراقية يوميا من 8:30 إلى 9:00 بتوقيت العراق، 12 حلقة. الله تعالى وفقنا لإبراز هذا المعنى، أرجو أن يستفيد منه الأخوة الذين يحبون أن يستفيدوا. وجعلته حجة على خلقك، فأعذر في الدعاء وبذل مهجته فيك. شوفوا، من أجل أن يحكم، من أجل أن يقيم دولة إسلامية، خرج ليستشهد
اخرج يا حسين للشهادة وبقوم لا شهادة لهم إلا معك، يعلم أن الوضع ما ممكن ينقذ الدين وتنبني جماعة صالحة في المجتمع ومشروع صالح في المجتمع يمكن أن يصل إلى آخر الزمان إلا بهذه النهضة. مشروع عظيم كامل في قبال مشروع بني أمية أيضا يمتد إلى آخر الزمان، لكن يهذب. وإن كان في آخر الزمان سوف يحاول بنو أمية الجدد أن يعيدوا مشروع بني أمية، ويحاول أن يستأصلوا شيعة علي على رأسهم المهدي سلام الله عليه، لكن هيهات، لأن الله تعالى قضى الأمر في أن آخر الزمان يكون تخسف الأرض بهؤلاء ويستأصل هؤلاء، يستأصل الظلم ويستأصل تحريف الدين من أجل سحق الإنسان. دين يسحقون به عباد الله، يتخذونهم خولا، هذا ينتهي، ينتهي ويتأسس مشروع علي في آخر الزمان يعم العدل العالم. ما عندي أصور وقت بعد، شقد بعد أكو وقت؟ لو انتهى الوقت، انتهى الوقت. لذلك أقول في أختم في هالكلمات للحسين سلام للإمام في زيارة في الزيارات. شوفوا تراث أهل البيت في الزيارات، افهموا منه طبيعة نهضة الحسين عليه السلام. ما نفهم من خلال فلان وفلان وفلان الذين لم يغربلوا أخبار الحسين سلام الله عليه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا.